تتعاقب الحكومات على سدة الحكم وتنسى مأساة شبابك يا تونس، ولكن التاريخ لا ينسى ولن ينسى أشبالاً فتية تدفن يوم عيد فبأي حال عدت يا عيد؟ أكثر من عشرون يوماً عن حادثة التسمم بمادة القوارص أو الزمبريت التي خلفت وفاة سبعة أشخاص من بينهم ثلاثة أخوة بمنطقة الشويحية المتاخمة لجبال المغيلة منطقة تبعد بعض الكيلومترات عن مدينة الحاجب بالقيروان ولكنها إداريا تابعة لمدينة جلمة بسيدي بوزيد الطريق وعيرة أراض قاحلة لا أثر للحياة فيها انعدام شبه تام للطرقات هنا هنا أسفل هذه الجبال تجد عائلة العم حسين الشويحي والد الضحايا الثلاث شبان ضحايا القوارس أو بالأحرى ضحايا التهميش الممنهج الذي انتهجته عديد السياسات المتعاقبة كاميرا عن قرب اقتربت من سكان هذه القرية لترصد هل من جديد بعد مرور أكثر من عشرين يوم على هذه الفاجعة صباح الخير. نهارك طيب. نهارك سعيد. قبل كل شيء البركه فيك قدام ربي. عايشك. والله أحسن كي طول علي وي ويجوني ويقفوا بجنبي وما نحسش روحي تحت وما نحس روحي متشجعه وما نحس روحي بدولتي وولادي و... والناس الكل وقفت لي معناها شجعوني على موت أولادي ووقفوا لي و وشدوني قبل ما نطيح وما خلونيش ما خلونيش معناها نحس بولادي برشا هما اللي ردوا في الروح ولا كنت نموت حتى انا نتبعهم ولادي ندفن معاه كيفاش تقبلت مع الصدمه نتاع الوفاه الثلاثه مع بعضهم يعني هما مع بعضهم يتوجعوا في البيت هذيك ونايا بنتي كلمتنا قالت هاني جايبش باش معاكم مشى لها بويا يجيب فيه حطيت شويه كسكسين طايب فيهم قلت تو تجي ما والواحد يتشوش تو تجي جيعانه نحط لك الصغار يفطر دون كيلو كسكسي حطيته على الغاز هكا ونزل وهو ما رم يتوجع ونمشي عليهم ونجي ونزلهم في الماء نرشف فيهم بالماء نفيق فيهم شيء ما حبوش لا يشربوا حليب لا ياكلوا طاس ما طلع ذام شيء لا حطيت هزيت الغازوز لا بو يذوقوا شيء ما بو يذوق ويتوجعوا يتوجعوا هنا دوبا ما كتر كيلو كسكسي تعرف كيلو كسكسي لحظات وقلت لك طفيت الغاز ومشيت نحس فيه هو الطفل الكبير هذا ما عادش دي. ما عادش عايد كيما الاخرين سكت قلتش بيه هو تحسن وسكت ورقد ما باقي عايطوا مشيت نلقاه فخر دقه نلقاه هكا قلبه يدق في دقه تضعاف هكا هو جريت له آه نغرب فيه حكاية ونغمض له في عينيه ونغر فيه في الماء لاخر لحظه ميت بين يدي هكا يتفاقم بين يدي جريت عيطت زي الولد سلفي عيطت له قلت له اجا اجا معايا يسوي معايا حسن راهو ميت يا خوي وهذيك خلطت بنتي خلطت هي وباباها جاي معنا باش تعيد ليلة تلقاه ميت خلطة عاد العبيد من كل بقعة ومن كل بر نعرفه ولا ما نعرفوش العبيد نقول لك معناها لعبيد اللي جاتهم شيء كبير هو نام بروحه قبل لا يموت نام بروحه قال لي يما راني نلقى راني نلقى العبيد هنا في ال في البيوت هذونا بيننا نحن وبين دار بيت عمامو راني نلقاها قال لي العباد قد الناموس وراني نلقى الناس ذابحين ويحس وثلاثة حصص محطوطين على بعض ثلاثة حصص هما هكا قال, قال لي قبل يموت بنهاري قلت له اللطف قال لي يما راني عرس والعرس خايب في المنيا اليوم انت الرساله اللي باش توجهها للرئيس الحكومه وللنواب وللدوله التونسيه اليوم نوجههم ونقول لهم اذا كان الدنيا فيها رحمه واذا كانت تحسوا بيا بالحق وإذا كان الدنيا فيها ربي وفيها محمد انظروا لي بعين الرحمة راني طول طايحة لسفر راني ما عنديش حتى طاقة راني ولدي هذاك انظروا له راه ولدي حابس راه ولدي ما عندوش رواج بالكراء واربعة صغار ونحس فيه ولدي حتى عقليته ذكرته وما قعدتش عادية ولدي راه ولا أقصى حد تمش الإحاطة النفسية بكم ما جاكمش طبيب نفساني ما أبداً ابدا والله بنتي هذه الكبيره اللي مريضه بعقليتها من الحاله هذه وتمست في مخها وقلت لها تواني غير اليوم شالها بابا يطل عليها قلت له قولها لها خلي نفوت والمواجهة تو نهزوك للطبيب ونشوف نحاول وندوك ما فهمش ابدا مانيش تزدمت على أخواتها تحسها كي كل مهبوله تحدث في الخطا ماهيش عاديه جميلة هذه الذاكره اللي بقت لي في ولادي بقت لي تصاور هذه الحاجه الوحيده اللي بقتلي ذاك في ذاكرتي ولادي تصورهم ماذا بيا نبيتهم نبيتهم في روحي ماذا بيا نبيتهم في قلبي ماذا بيا نبيتهم في عيني لكن الغالب غالب راي ذاكرتي هير راني مشني عادية راني طول معناها نحكي معاكم هكاك ترجع لي الذاكرة وتمشي ترجع لي الذاكرة وتمشي وقت نقعد نايا نقعد ويبدا كان كان سراب ينقل عليا والدنيا تظلام وما نكذبش عليكم راي راهي روحي في يد طويل أقصى حد ما حتى شي في الدنيا ماذا بيا نحب نتنقل من البقعة هذه جملة ونخالط عباد أخرى اللي نخالط عباد أخرى اللي تنسيني في ولادي تنسيني نقرب ولدي ولدي خاطر ولدي ما يسكنش أنا يسكن في يسكن الحاج بكري خاطر يحب مو يخدم ما ينجمش أنا مش يقعد يتنقل كل يوم ما عندوش على يتنقل يولي يسكن غاديك بمرته وولاده ويقرب معناه باش يقري اولاده باش يوقف اولاده ويخدم يلقط. مرحبا بكم الساعه حاليا هذه الساعه تو ما جانا حتى معناها مسؤول ديجا و انتم معناها كل عليه معناها يجي يصوروا وكهم فماش حتى نتيجه ولا فماش حتى مسؤول معناها اللي جاء معناها وكل شيء ديجا دي الامورك بتشوفوا فيها على عين المكان انتم تو معناتها معناتها وضعيه كبيره ياسر. من اللي وصلت للدرجه هذه انا ديجا مازال اللي كان ولا والعزوزه ديجا تو انا هربت منها البلاصه هذه معناتها ديجا وليت متشرد انا ما نجم نرجع لها نشوفها انا ديجا تو بين البنين بين الحاجب وبين شوي هاي معناها حتى في, في النقل معناها حير يومين باش نجي نطلع على بابا وامي لهنا فهمني معناها وضع ما نحكي لكش جمله فهمتني ديجا معناها العزوزة ديجا جا هي والشاب في مصدومين معناها لتو لما الحكاية هذي فهمني وأنا معناها أنا نشكر الإعلام اللي بعدها الوحيد الإعلام اللي هو وصل معناها جاله هنا ووصل أصواتنا ديجا المسؤولين هذيا معناها التو من نعرفش أنا ما يحس بك حتى واحد فهمتني حتى حد ما جاكم حتى حد ما طلع عليكم أنت كشباب في المنطقة وكأخوة ثلاثة ضحايا شنو معناتها تقييمك للوضع المستقبلي للشباب خاصة إذا كان معناتها مسؤولين ما يتحركوش بعد حادثة كيما هذه شطر الشباب ديجا تو معناها ما يفكر في اه في ما أكثر حسب ما نفهمنا في المنطقة هذه الشباب كامل يفكر وكله كيما كيكا معناها كله ما يفكر في ما نتصور أنا في تفكير مجهول فهمتي حاليا ما نجم نقول لك حتى شيء معناها حادثة كبيرة ياسر كيفاش تقبلت انت الصدمه خاصه ان مع ثلاث خواتك؟ حاليا ما نعرفش انا ديجا هي صدمه كبيره والصدمه اللي اللي ما زالت معناها اللي هي تو حاليا في الوضع تو الصدمه بين العزوز والشيب فهمتني؟ انا ديجا معناتها هربت منها البلاصه هذه وما عادش نحب نرجع لها لكن مازال نرجع لها مازال فيها بابا واما معناها يلزمني نرجع لها باش نطلع على بابا واما ما عادش نحب نشوفها انا حتى دارنا ما عادش نحب نشوفها الا معناتها يزمني نرجع نرجع لها على معناها ساعه ساعتين باش نشوف نقعد شويه بحذاء العزوزه وشي بنصبرها دقيقتين و... ونرجع على روحي أنا ماذا بينا ماذا بينا معناها يشوفونا حل معناتها فاش نعيشوا من عر... من ما... البطاله راهي يجتل... قلت للعباد الكل ب... قلت لنا البطاله الكياس هذايا ما فهم ديجاريتو انتم جيتوا من غادي وشفتوه الكياس من مجرأ شنو هذا كامل من جراء البطاله ما فهميش حتى حاجه توصل بقى معناتها تشجعك انك باش تخدم ولا تشوف لك انك باش تبقى لهنا في المنطقه ماذا بك ما نعرفش انا 15 كيلومتر هذايا باش تمشي توصل الحاجب معناها باش هذايا باش تعمل قهوه تمشي 15 كيلومتر وحتى النقل ما مع عندناش معناها النقل ما مع عندناش كانوا يتلموا خمسه سته من الناس يكروا كرهبه كل واحد ما نعرفش يكروا كرهبه مع بعض ويزيدوا يشدوا الحاكم يصرفوا بمحضر ما عندها حتى العباد ما عادش تحب تمشي فهمتني معناتها تعيط له باش تركب معاه يقول لك اخويا ومن حقه زاد معاناه كبيره إيه معاناه كبيره ياسر معناها تتصب المطر تحبس الناس كل حاجه وين كانوا يعيشوا الاولاد بالضبط وين كانوا يباتوا وين كانوا هذه البيت اللي يعيشوا فيها البيت هذه يباتوا فيها هم يمشوا يمشوا شوف بابا هذه البيت اللي يرقدوا فيها هذه البيت اللي يرقدوا فيها هذا يحسن يرقد منا وين يحسن؟ ايه يحسن يرقد منا والمنجي يرقد منا كان الولد هذوك هذوك اللي عندي رأ. يرقدوا هكاك الازرع يجي ضيف من بيت مره يبيت مره, مره يروح يسهر ويروح واللي بيت الدار اللي باتوا فيها شباك ما غير شباك يعني شباك هاك شوف ما غير شباك في كيك هكاك والصيف يخدم هو الطفل هذا الكبير العباد تتباك عليه نساوي رجال على خدمته على ذراعه يخدم يخدم ما تتصورش يخدم ذراعه ما عند حتى واحد هما اللي غالب بالذاكرة هربة منه اللي مات عازب ما نعرفش قديش عمره تو هو الكبير هو أكبر من رشيد هو أكبر من أخواته كله هو الكبير فيهم عندي ما عنديش ظروفي في حاتم يعمل نقلع في شوي حلف في نجيب فيهم مع ظهري من ولا هو يخدم ساعات يعاوننا بشوي قضية الحسن هذا يعاوننا يجيب شوي لحم يجيب شوي خضرة ومالين عليه الدنيا هو الكبير والكبير ربي يطل عليه في الباب يقول أمه مسكينة قاعدة واحدة يبدأ يبكي يبدأ يبكي اليوم قاعدة واحدة وليدي ديما مونسني هو الكبير وعقله كبير ويحس بيا وحنين عليه. جيني يضل يبوس فيا من راسي عملهم الأولادي بلي يسكروا بلي يذيعوا واحد لا سمعني كلمة واحد لا قال لي حاجة خايبة نجي نضرب فيهم كنتم مسكرين مساكرين نضربهم نضربهم على بعضهم كل ما عرس كل ما مش عرس يمشي وصل غادي يرجع لي يبوسني من راسي يقول لي كل يوم لي انت ذكا هو ما احنا رانا غالطين رانا تايهين رانا ضايعين رانا نطفو بيه في همومنا ونطفو بيه في نيراننا، خاطرنا قاعدين في بقعة معزولين ما قديناش على أرواحنا ما فرحناش كندادنا ما عدناش ارض ما عندناش حاجة تايهين رانا نبطلو بيه في رواحنا نطفو بيه في سمومنا هذه الحاجة اللي هي قاعدة حرقتني ولادي لا لهم لا شفت حتى شي القرين لخرين عرستلهم تخسر هكا كبر كيلو كيلو الاخر غير هاكا يلقى بنية بنت حلالي تفاهم وياها ترضى باللي يكتب من رلا يقضي شهور أما تو ما عنديش بدا نتكلم فيكم راني نتنفس بالسيف راني جشة بلا عبد جشة بلا قلب جشة كيكا نتحرك خاطرني ما نجمش نقعد في الوطا نحس فيها سفين سفين هكا هاكا نولي نفز نولي وخايفة على نقول بناتي تو يزيدو تا ولادهم يقعدوا وين مالك نعمل لهم هذيك عندها زوج بنات الصغيرة عندها زوج بنات والكبيرة عندها الكبيرة عندها ثلاثة صغار عندها زوليدات وبناي هذه الطفلة قلت لكم مريضة بالعصا ما عنديش مسكينة لا باش تداوي تسكن في بويتها في فوق دار عمها باني لها بويتها فوق دار عمها ما عنديش الضيق والوعد والله يعوج ولادها اللي قلت عم صالح كيفاش تقبل الخبر متسابهل متسابه الناس كلها جت والناس كلها حضرت واللي يذبح شاي يذبح ويجيب مرته ويجيب معون ويدخل يطيب ها وهم كل موجودين اسهل معناها وتبع اه يجيب الشاوي ويذبح ويقطع ويطيب ومرته ويوكل في العبيد نحنا موتة مش نحيي مش نفهمين لا في دار ولا في بقعة في رقوبة لا نفهمين روحنا وين يعني هذه هذه التواليت هذه التواليت صورها حتى كل مرة كيجوني صورها هذه التواليت هذه اللي عندي هذه ما عنديش طول طول حابسة ما عندي شيء الله يرحمكم ربي والله يستر مبنية بالطينة بالتراب مبنية بالتربة حتى السيمين ما نقدرش عليه شكرت السيمين بس ناشنال ما عنديش حتى ما نقدرش حتى على خمسة آلاف باش نقد بها حاجة ما عنديش. ودوش كيفاش دوشوا حاجة؟ ندوشوا في القاصعة في الدار ونهنزوا الماء نطيشوه هذاك كيفاش ندوشوا. الماء من والله الماء جينا ضعيف الماء يجينا ضعيف لكن الماء يأثر وما يأثرش الإنسان كي يلقاوني يضل راسه الماء ما يهموش من وين كان جا في السبالة السبالة هاني يعني ما عادش يجي فيها الماء يجيب معناها بقلة مرة في الجمعة يجينا مرة مرة يجينا مرتين كل مرة كيفاش. هانا نعبوكيك والله يا مرحبا بكم جماعة التلفزة فهمتي ولا ورب ينوركم ويكثر خيركم لكني بعد الكارثة اللي صارت عليا فهمتي ولا ثلاثة رجالة حاميني وحامين الجبل وحامين الجهة لكني من حالة الفراغ ومن حالة الفقر ومن حالة البين وما يطلش علينا حتى مسهول اعتبرها مقبرة منسية أولا البقبرة اللي, اللي فيها ناس الأخرى تزورها وكذا بحيث شنو يعني سهالات هكاك ما, ما ما ما, صح لي شيء معناها فهمتي حتى البقيه ما تجيش تقبل انا قاعد عندي شنتي قبله في الحاج بالعيون يسكن كرية نهار يخدم ونهار ما ثماش الحاله هاكم الوضع هاكم تشوفوها تحت الجبل معنا بحيث كي تعصر مخك وتشوف الحاله انا عمري 74 سنه هذه حاله خش الشباب هذا اللي مات طلعوا ثلاثه فرد قنطره خي ما كانوا من الجهه كانوا يدوروا كانوا يلاحظوا الارهاب كي يجي واحد غاشي كانوا يحموا عليك كانوا كذا باهي كيف فرغوا هما قعدت نكيبي لا نعزة لا بقرة لا عنز لا فقر كان الفقر عندي الفقر والكارثة اللي صارت عليه مريض شايلتو مريض شايلتو هذه الدولة خذكم مش مولاد الدولة سيدي أنا هاني مشيت على روح ومنين نكمل بقية حياتنا يا ذاك مرسال الدولة اللي معناها قايم عليهم الدولة خموا هذا الشباب كمثالهم من شباب تونس يا من ثلاثة أنت لا ملهم ملهمش الوالي ما جاكمش؟ ما جاش سي الوالي جا المعتمد فهمتي لا قعد نهار شوية لهنا وقال لي فهمتي لا بصر مش نعطيك وكا هو واللي يجي العمدة ولا كذا حق واللي حاجة أخرى ما ريتش على المباشر شنو باش يعطيك شنو باش يقدم لك معناتها؟ قال لي سنعطيك مليون هم نقولوا له قول جزء ملايين وتو نعطيك مليون باش كفنت الاولاد وكذا يا اخي انا جماعه وكان مش فهمت لهارت علي الناس بالله الذي لله ورا ما قعدوا لهنا فالقاعة له وحين تاكل فيهم الضباع تي انا ساكن مع الضباع ثبت الكلاب تتغاوث عايش مرعوب عايشين في فقر فاجه هذية تحت الجبل يا اخي واحد راقد غادي في بلاص ولا قد في فيلا ولا في كذا وناس تثبت من بحليب منزل ساعه ساعه نصبح على حسابي ساعه ساعه نصبح في النهار طليت شعليه قلت كي سبتك عملت حتى عساس من هنا لخرى يلقى باش يعيش اعطيته شنعته ولا بقره الاخر على يوقف يلقى على ياكل الخبز هي تحت يعني الجبل اعتبرني حتى انا كالهوش الوحش يا حتى طال وحشيين الذري كي ما سامش خدمه وما سامش وين يلقوا وما سامش حاجه وما سامش على شنجو وما سامش على يشوفوا يمشي يمشي يرى الكل يعم راسه تبارك من ربي ما ضربش واحد ولا هلك واحد ولا دخل فالجمعيات اللي موجوده في التلفزه تشوفوا فيها هي هير هي فلوس يا اخي هاو بارك من ربي اللي اللي موقر وحاجته بتراب تونس هاو رجع يحرق في روحه يا وزت تخز اخذ فوق اخذ من. وين يا صورة صرت وين صورة هذا قاعد ما نتفاهم الوليدات فهمتي ما راحوا بقى لي تشوش عندي كلمات فهمتي على التاريخ فهمتي وعلى الرجوع والع... وكنجوع وكذا عاد يقول ما مثلت على روحي خاطر هما ضو عيني يقول ارحل نزع مكحول لشباح من ليل طراح راح، كوكول جولاح فوق الوطا يطير بجناح يركب ولد صقرون من ساس كساح نهار البلاي يجيب الارباح عزايل البل والموالي لا من واد نزاح لا ناقص ليالي لا ديب في فنقول والشيح يا موحش كتير خالي فزعت قومان وسلاح وقضت بلاد السحاري لا سعي موجود في مراح لا كلمة حاح نحكم بلاد الغوالي على جالهم منفرغ مراح نلقى خليقة الباري نعيش في فقر في رعب تحت الجبل بين الضباع بين الوحوش حتى مذرية طلعت وحوش ما عنده وين يخدم وين يمشي يمشي, يمشي يشرب الكولي عم راسه هكا قال محسن حسن للتعبير على الوضع الكارثي للقرية هذه والبرشة قرى أخرين في جلمة في حاجب العيون وفي برشة ولايات أخرين منسية في تونس اليوم أنت أحد شباب المنطقة هنا اللي, اللي يتعاطوا في المادة هذه متاع القوارس شنو السبب اليوم اللي يخليكم تتعاطوا مادة القوارس واللي تشوف مع تخلفة حادثة وكارثة كبيرة في الجهة أخويا أحنا نعيش في منطقة جبلية مهمش ناس تحت السفر يعني الشيء اللي لز بشر باش يحب ينطح يقتل روحه بالسيف مناش جرى جرى البطالة والتهميش والفقر يعني من نواحي الكل ناس تحت تحت السفر بسفر فهمتني هذاك اللي لزه باش يعمل يشرب الكحول و... فهمتني النوعية هذه القوارس المسممة اللي توفى منها أولاد عامي ثلاثة هذوم فهمتني بحكم أنها سومها معناتها ما تفوتش حكاية تل... تفوتش ثلاثة على... آلاف أربعة آلاف أربعة فرانك يعني تلازم باش يشربها هي باش يحب يقولك ننسى الوضع فهمتني هذه معناتها المادة عندكم برشا تشربوا فيها من قبل يشربوا فيها ومازالوا مش يشربوها فهمتني مجرد إذا كانت تتواصل الح... الحالة الحال كي من هكا راهو مش يواصلوا يشربوا فيها وحتى نسيح احتمال تولي تشرب فيها خاطر الناس كره تحياتها بالرسمي كره تحيات علاش؟ انسان لا يجيك لا مسؤول لا يجيك لمسؤول لا يجيك الوالي الوالي هو الوالي نضمن لك نضمن لك اقسم بالله العظيم البلاصه هذه لا يعرفها المنطقه هذه نتاع الشواحي بصفه عامه لا يعرفها يمكن شي يسمع حد والله اعلم ما يسمعش بها جمل ما جاكم حتى مسؤول جاء المعتمد بعد الدفينه تقريبا نهار الثالث هذاك وريته سيد المعتمد جاء المنطقة هذه جاء بعد ثالث يوم وعد هاني راجع هاني راجع وما رجعش المنطقه هذه ما فيهاش موطن شغل ما فيهاش حتى شيء لا موطن شغل لا حتى شيء كان نحو رابطة تاع من الجبل يتعشوا منحوش ما نحوش ما ياكلوش يباتوا الشر انت اليوم كاحد الشباب ومعناتها وشوف الحادثه هذه خلف ثلاثه وفيات وانت قلت باش مش مازلنا باش نتواصلوا ونشربوا يعني ما ما تشوفش اللي حياتكم معناتها اختر يعني على حياتكم بس تشرب معناتها نجم يكون مصيرك لا قدر الله كيما مصير اولاد عمك يا خويا مصيرنا كل كيف كيف احنا فرد مصير تي هما هما مات والله يرحمهم ما واحنا موتة ديجا توشني شنو حياته هو البشر؟ فيما عدا لا عنده لا ابسط حاجه بتاع حياه ما عندوش ابسط حاجه. بخلاف الشرب الكحول والمواد القوارص نشوفوا فيك معناتها ضرب بيدك اي ضرب بيدي هذه في جره القوارص. فما مره منهم من كثر واحد والله غير ما جرى هذيك جرى القوارص. عليه علي خاطر شي واحد فاد ما عنده حتى شيء تخزل للدار ما عندك شيء تخزل لصغارك عليا. حفاية ما عندهمش ما ياكلوا وش تعمل حسب رايك كان مشيت تلو... ابسط هاد مش تعمل ورقه تعمل اني جايك هاي باهي صبت ونرجع و... واحد فد 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 وعندي بنيه زاد مريضه هذيك بكلاوات توجع فيها والاخرى عيناها اقسم بالله الواحد فد منها الحياه فد منها بالرسم نهاري عباره واحد في الجحيم باش نعيش فيها النهار تشرب فيه, فيه تلز باش تشرب بالسيف اللي بناش يشرب ويقولك باش ننسى معناه مشي في باش في ينسي حاجه بحاجه لكن الشيء اللي نتاع فهمتني ما عندنا شيء احنا عندنا كان الجبل هلا هم يشوفوا لنا حاجه في الجبل مثلا موطن موطن الشغل حاجه في الجبل يوم حراسه صحيح ما حتى شيء تغير كيما يامس كيما اليوم كيما النهار للوقت على طول نحن تشوف لنا نحن مش شويحيه هاك تشوف لا راك الصغار كلهم العائلات كلهم مش نحبوا حتى نحنا نروحنا هينت نايا نمشي عندي ولدي عازب والاخر ثاني تخرج عنده جي 10 سنين ولا اكثر قاعد مطيش قاعد مطيش لا خدمه لا ريح الاخر بطال نرقد وياه فرد بيت وحده هذيك هو في جهه ونا في جهه مريضه كا تشوف لي كان قلعت ربطة عطره تعشينا كان قال قلعت ان شاء الله غالب ها الامور هاك تشوف حوالنا تعبة ما عندنا حاك تشوف لي ديا ها وهذه من الحلفه هاك تشوف لها هاك تشوف الحاله هاك حالت. تشوف حالتها نشكو حالتنا تشكر الرب أمورنا ما تشوف الناس ما نشوفوش وإحنا خلاص أمورنا تعب ما شفنا حتى نهار من جانا الرئيس هذا هذا ما شفنا حتى فرح الناس ما يقول لك الحاجة نسمع بها اسمع عايشك وبيك زوجة توفيق اللي كان يقيش هذاك كيفاش نعيشو نحنا هذاك كيفاش كنحينا راه حلفة من الجبل ما, ما تعشينا ما نحيناش ما نتعشوش راجلي مريض برجليه اه ما يخدمش وصغاري الزوز واحدة مريضه بعينها وحدة مريضه با با بكلاويه من الماء نشربوا فيه هذيك الحاله اللي نعيشو فيها ساعات نمشي للجبل السبعة متاع الصباح ما نسخر ما نسخر جروعي ناخلت على صغاري نسخر جروعي نروح لصغاري نقول تو نروح ما نلقاهمش تعبة أنا وصغاري تعبين وراجلي والعائلة الكل تعبة هذاك كيفاش نعيشوا عيشة تعبة ما تطلع لنا طلع لنا الوالي في في كي موتت الاولاد مشوا على ارواحهم الله يرحمهم هذاك وقتاش شفنيه خاطر ما يتفكرناش وما يجينيش هذيك الحاله اللي عايشين فيها ويقعدوا فينا وما فماش وتو نجو وتو نجو وتو نجو ما فماش ما يجونيش هذا كيفاش عايشين نحن نعيشوا ذاك نقلعوا كربت الحافة ب 3000 ب 4000 نجيبوا بنأكلوا مقرونة ولا طري زيت هذاك هو هذاك باش نعيشوا اليوم زوجك يتعاطى في القوارص ورغم اللي ماتوا ثلاثة مازال معناتها مصر اي, اي زوال راجلي مازال مصر على القوارص يقول لك موتي اهو اللي من حياتي كي تشوف صغاري كاكاك يقول لك موتي اهل اللي من حياتي خاطر نعيش ونشوف صغاري كاكا تعبين وعرايا وحفايا ومش معاملين عاملين مش موفرين لهم حتى شيء موتي اهل اللي نتاق عليهم ولا نشوف الصغاري كاكا مرض تعبنا 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 لاقصى درجه آه التوي نذن فيها على القوارز نقول له تدخلي صغيراتك يقول لي نموت ولا نشوفهم في الهنا هذي الدار تشات ولا علينا من كل بلاصه آه الحيوت الحيوط كهك تشوف فيها الكل كيف كيف هذاك كيفاش نعيشوا هذاك كيفاش نعيشوا تعب. الوضعية تعب بلق درج شني الرئيس وشني اللي عمل هون الوالي وشني اللي عمل هون ها نشدوا ولا الانتخابات يجي هذا اللي, اللي جينا بكره هبه ما تو يمشوا نخبوا يمشوا نخبوا نخبو نخبو. يشدوا البلاصه هذيك لا يتلفتونا في باني لا يتلفتونا في معيشه لا يعملونا مود لزرق يعملونا عسه في الجبل ما فماش تو بالنسبه لنا نحن عايشين مع الارهاب ويمكن ياسر والإرهاب، ارهاب يمكن ياسر والإرهاب من عيشتنا اهلا بك يا حاج عاشك اهلا بك انت اليوم شنو الوضع في شويحات في حالة النزعيت في حالة عزيلة باها باها لا يطلع لنا مسهول لا نعرفه عمدة ويجينا لا يرى ذرينا ذاك من شمات ذرينا قالت تنحي شوي حلفة كيما هكايا هك حك جيت وخلطت وشفت معناه تنحي تراي في حالفه كيما حكاية تبيعهم باربعه ب 5000 فرنك الاربعه و5000 فرنك لا يجيبوا لها فلفل لا يجيبوا لها طماطم لا يجيبوا لها لحم يطبس على الاولاد منهم الفين ولا 3000 فرنك معناه يخلي منهم حويجه لهم والاخرين يهزهم يمشي يشرب بهم دبوستك القوارص هذيك كون وصلتهم وصلتهم للموت على خاطر علاش ما عندهمش خدمه ما عندهمش مولد رزق ما عندهمش باش يعيشوا يتقعد الاولاد الصباح يلقى امه ماشيه تنحي طرف حالفه كيما هكا الكايع باش تجيب منهم كيلو سميد ولا تجيب منهم مرطل مقارونة ولا طرف خضرة هو يزعف حياته حياته معناها يزعفها يقول لك نايا خلنا نمشي نشرب القوارص باش نموت تو تو مازالوا بقيه احسبهم كل ولد احسبهم كل اخرين ما عدناش يعني يعني شباب مازال ولا مهدد زاد باش يكمل يواصل الشباب تو اكثر واكثرين الشباب لو كان تجي تو لو كان جا عنده فلوس ويمشي يجيب باش يشري القرص يشريه على خاطر حياته زعف حتى شيء لا طلع علينا مسؤول لا طلع علينا متعمد لا طلع علينا عمده اللي فين تجونا جونا في حكايه الموت وقت اللي اتخذنا وقتها جو طلعوا علينا ما تبدل شيء ما تبدل حتى شيء الحالة هي هي وعود كاذبة وعود فارغة فهمتني معناها اللي البلاصة هذه يجوها كان في الحملات الانتخابية كي الوعود والبرامج في الحملات الانتخابية معناها تقول المنطقة مش أمورها توضاح وتولي مواطن شغل وتولي برشا حاجات باهية بعد الانتخابات ما عادش حتى واحد أنا نتحدث السيد الوالي ولا السيد المعتمد لكان كان يعرف البلاصه هذه مستحيل كان هو يعرف زارها يمكن النهارات كي وفاه الأولاد الله يرحمه معناها والولاد شنو اللي خلاهم يشربوا النوع هذا من الكحول بالله تلافت مثلا الواحد متخرج من عام 2013 مثلا انا نموذج من الناس اللي متخرج يقول لك هذيك بالله قرا وصرف وكذا ومشى الجامعات وما خدمش انا يعني مش نخدم يقول لي خليني نضيع وقتي فهمتني بالكحول والقوارس هذه فهمتني للي هز يهز ربي امانته. بخصوص الشباب اذا كان انت مثقف يعني تتكلم هكا الشباب الاخر معناتها كيفاش؟ اللي. الشباب الاخر معناها بدون تعليق كان انا نتحدث هكا الشباب الاخر يعني يخمم كيف في الحكايات معناها باش يلقاش حاجه يوقف بها حياته. يحب يحبسها حياته. وديجا برشا اولاد هاجروا. هاجروا من هنا وفم الميت وفم الهاجر وبرشا برشا حاجات معناها هو من بعد الثوره ويجا معناها قالوا لنا مش نعملوا لكم طريق عاملوا طريق وبما انه ناقص عملوه للتهريب اي نعمل التهريب نحن نعيش في حصار امن احنا حتى نهبطوا الحاجب ولا الجلم مع واحد في كاميون حبسوه يعني يخطيوه ب ألف بينما كره بالتهريب نمشوا طول الطريق تتفرج بعينيك ظل الحاكم واقف وهم يتعدى وماشيين جايين بالتهريب للتهريب كما انتم ابنائكم زرعتوا فيهم الامل و واعطيتوهم كافة الفرص باش ينتجوا باش يخدموا وباش معناها يكونوا من ضمن المنظومه التشغيليه الموجوده في تونس وباش يتمتعوا بالامتيازات زاد ابناء المنطقه هذه يلزمهم زادة يكون عندهم الفرص الكافيه معناها ادخالهم في المنظومه التشغيليه وتمتعهم بالفرص الكافيه وبالعيش الكريم وبالكرامه اذا كان السلطه اعطت رد اعتبار للبلاصه هذه لا ولا راهو بعد وقت وجيز باش تلقاوها منطقه مهجوره منطقه لن يعيش فيها الا من هو محبط انت من اصحاب شايد المعطلين انا من ابناء اصحاب الشهيد المعطلين على العمل باسمي وباسم كافة أبناء المنطقة هذه راهو عنا ثمانين من أصحاب الشهيد العليا ومن غير الشهيد العليا راهي ناس وصل إلى درجة من الإحباط فهمتني عندي وليد فهمتني هذا توفى بالقوارس فهمتني معناها إنسان ما هوش علاش فمدي كره حياته ولا حياة لقصة درجة ما عيشة معناها لقصة درجة النهار اللي توفى كيف كان تحكي لنا شوية على الحادثة صدقني النهار اللي توفى نهار مزعز ياسر 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 درجة أقصى درجة يعني مسير حياته تعدى التعيسة هو عم. نهار العيد يعني نهار العيد نهار العيد معناها فهمتني كي خرج المنطقة المعتمدية الحاج بالعيون فهمتني العشية جاء فهمتني قعد في الدار ما شفت عليه حتى شيء وصدقني صدقني معنا وقت لي الصباح فز فهمتني وشرب وشرب في الليل ما فقتش به وقتي جيت قلت له اش بيك يا كمال؟ قال لي رو راسي يوجع فيا. هزيتو للطبيب خواص بن السعيدي. فهمتني؟ قال أذ... لي قالي... قال لي قال لي هذا فهمتني سمس. مع التسع وقت سمعت بن سيبي جا خويا فهمتني عزي فيهم فهمتني هكا وخرج خويا قال لي هذا فهمتني ميكون يكون كان شارب القوارص فهمتني ولا بدش. هزيتو عتقته هزيتو للسبيطار. الماء اليوم الماء ما يذمش ما عدنيش انا قلت لك ناس ما في الماء والعطش و... والاحتياج العباد ما عنديش وهاك تشوف العباد هاي ازمه لحقتها في الماء وفي, كيف وفي الخدم وفي الحديد كل كيفاش الطيب كيفاش الدوش وكيفاش كيفاش طيب وكان جا أخذينا وعبينا بدون ما هانا ندوش وما دامش ما ذمش منين تعبوه الماء مرات مرات يجي مرات نجيبوا ما لابير قبل عاد بهي حشيت الكراريت تخرجوا بكري تعبوا الماء؟ نمشوا بكري نعبوا الماء ونجوا. وفي الصيف كيفاش تعمل؟ هيك هذاك هو كيفاش نعب؟ نهزوا الكراريت نجيبوا الماء نمشوا من الفجر نروحوا حامين قايل. هذا المعلم اللي كان يشرب منه الهوش. لكن قصوه ما عادش عندنا ماء. معناه من احنا في وضع مشو به لا عدنا ما لا عدنا اولادنا بقاعدة بطاله نا ولادي تعبت عليهم خدمت عليهم في الشتاء نشتي تو نمشي بساقي بالسيف ما نجمش نعفس عليه علاش نشتي ذا نخدم ونحب نوصلهم لكن اللي يوصل ما يلقاش حتى حاجه معناها متوثره ليه يبطل اليوم المرأة الريفية كيفاش تعمل كيفاش تخدم المرأة في المنطقة نتاعكم؟ قسما بالله إلا نخرج من الأربعة نتاع الصباح نمشي نخدم في الكراهب لقط في الزيتون على أولادي على أساس باش يخدم خاطر بويهم موصلش خدام حزام عامل يومي نهار يخدم نهار ما يخدمش فهمت؟ لحد الان أولادي تو تشالتو معناها مشو واحد بطل من البريمير واحد عاد الباك وما خذاش وعمل المطلب قالوا له خويا المطلب كان بالمعارف امس سمعنا اللي ثم حادث مرور اصيبوا فيه 11 امراه راكبين في سيزي من تالي ماشي الفلاح صحيح في بوزيد هي تابعه بوزيد هي نحنا شنو الفلاحه تو مانيش نخدم ما نكذبش عليك رجلي وجعتني نشو ذريه قسما بالله راجلي مشى من نهار الجمعه يا حد الان لليوم الا ضرب ضربه قال لي ما لقيتش خدمه هاو قاعد في البقاله أولادي مشوا كل حد ولا لبلاصة اللي هذه كلمني يا ماما راي ما لقيتش كله حابس مش ياخ هذوما معرسين ومش ياخدموا عنده واحد كرب يهزش عليه واحد ولا اثنين يحبس الحاكم يصبح يطالب فيه اللي ياخذهم منه يعطوهم للحق ما فهمش حتى شيء مش نراو في حتى شيء ريت بالحق نحن يعني طفل عمري 26 سنه ما ريت حتى شيء في حياتي شنو شنو الرسالة اللي توجهها اليوم للقيس سعيد للحكومة للنواب الشعب؟ نوجه الرئيس الجمهورية باش ينظر للعباد هذيا، نحن كي صوتت له العباد صوتت له بالحق خاطر في بالنا باش نشوفوا يحسوا بينا يحسوا بالوضع اللي عايشين فيه، ينظر للبنات هذيا يعملونا لنا معمل يعملوا سنتاج منين تعيش هالشباب هذا، زيتون ها هو قاعد يابس ما فهم حتى مستعدين تخدموا الفلاحة نخدموا يعني. الفلاحة نخدموا ما الم... يعملونا لنا معمل يعملوا لنا نخدموا، أولادنا شبابنا كل يخدم، خواتي أولاد عامل كلها تخدم، يعملونا سنتاج نطالبوا باش يعملونا سنتاج يعملونا معمل تخدم فيه المعارسه والمشي معارسه تلقى منين تصرف ما ت... عدنا حد شيء بالحق اقسم بالله العظيم رانا تحت الصفر مو لك معيق متعاق من اللي عمره تسعة شهور اللي تو طب في 18 سنه ياكل في دواء سبعه وثمانيه نويع يدوخ يقعد بالنهارين ثلاثه ظل ملوح مره نلقى باش نهزه مره ما الجيش مره تروح عليه العبيد نهزه مره ما نلقيش يعيش بكلوه واحده عامل عليها عمليه فهمت يعيش بكلوه واحده عامل عليها عمليه الموعد نتاعها فات عنده ثمانيه سنين فهمت ثمانية سنين ما نجمش تهز السبيطار ثمانية سنين وراي الوثائق وريتها نهارات للجماعة اللي خرجوا قبلكم وقيدوهم فهمت آه دار علاش ثمانية سنين عطل ما نجمش تاخذ ما نجمش تهز الموعد لا ما عنديش ثمانية سنين ثمانية سنين في الزيتون نحي الهندي ما عييت ما عادش النجم ما عادش النجم حتى شيء فهمت باش ناخذ الادواء باش نهزو ونمشي اربع دوسيات من الثوره والراح نقسم لك بدين الله نقسم لك بدين الله اذا عاونوه ب فرنك نقسم تاع الماء خيرات كربوس الحمد لله يا ربي وليك الحمد احنا منطقة الشويحية هذه منطقة ظلية والحمد لله هاك تشوف للخيرات كيفاش معناها ناقص ناقص الماء هذه على البعلي كما هكا الخيرات هذه فهمتني ولو كان معناها كان يكون الماء موجود لهنا وتتلفت لنا الدولة ما نخسروش وليداتنا همال يضرب بالستة وبالسبعة شهر ما يتحركش فهمتني وهامل في بلاد الناس تسمع فيها وخلينا بلادنا وعمرنا بلاد الناس هذه الخيرات اللي موجودة فهمتني ولذا ماذا بينا تتلفت لنا الدولة ويعملونا بير عميق لهنا باش نتلفتوا لبلادنا ونرجعوا وليداتنا لهنا ونأكد لك نأكد لك راهي البلاد تعمر وترجع البلاد لبس عليها يعني اليوم الفلاحه ناقصها الماء الفلاحه ناقصها الماء اليوم نحن شايحين نحن الحمد لله صورتوا السبابيل وصورتوا الخط كيفاش نتاع الماء وشفتوا الحد عندنا فكره اليوم عن نقل في منطقه شويحي نحن ناقصين نقل وما عدنيش اللي عنده كره يتسوق فيها واللي ما عندوش يمشي على ساقيه ولا يبطل وثمن ساويه نتأخذ ذاك 180 تكري كرهبه ما تكريش كرهبه ما يهزوهاش صغارنا تمشي تقرا البنات تروح تقرا في الحاجب ونحن كثريه الحاجه كثريه الوقت تتابعين الحاجب باش الوليدات كيفاش يركبوا كيفاش يتنقلوا يركبوا في الكريته ولا يركبوا في كرهبه من تالي صبايا مخلطه يركبوا في كرهبه من تالي ويهزوهم السوق لحد ويركبوا عليها جردين هذه ثم اللي ثم اللي يهزك ثم ما يهزكش اللي ما عندوش كريته واللي ما عندوش اللي ما عندوش اللي عنده فلوس يمشي واللي ما عندوش فلوس ما يمشيش فيما يخص الوليدات في المدرسه في الشتاء كيفاش تهزوهم للمدرسه؟ يمشوا بالعذاب يمشوا على ساقيهم، كراتبهم مرنخه، اكتبهم يهزها الماء، يروحوا مرنخين كل القرايه ما يمشوش، الصبايه تبعث الصبيه تبعثها 20 كيلو متر. تمشي على ساقيها وترجع في الطباع وكل شيء، وتخاف من السحب وتخاف من كل حاجه، فهمت؟ نقل ناقصين، يلقاك في السوق ما عندكش باش يكراه باش تكريه ما يهزكش خليك فهمت؟ ونحن ناقصين برشا حاجات. الكياس مكيس؟ الكياس مكيس معناتها اللي خاطر نحن الكار ما آه ما النقل. تصلتوش اتصلتوش ما اتصلنا معناتها قالوا تابعينا جلمة، جلمة نحن مش معناتها مش مطلوبين بها ديما نمشوا لها جلمة. مشينا يعني ديما للحاجب. بعيد عليكم برشا جلمة؟ بعيد علينا، بعيد علينا برشا. اما احنا مشينا ديما قرايتنا وقضيتنا وكل شيء في الحاجب النقل ما يخرجش لينا الكار جينا ولا تجي سوق لحد ما بقل مكثرنا مش بودي الحاجب وصاير فينا عندي يمه هجاله تاخذ 180 ما هيش وعندي خويا عنده طفل معيق وعنده عيله ما يتلفتش لها قصه من عظما من ومحمد الا ما جيتنا لقيتها حفيانه في الموت خذيت لها شلاكه في شلاكه لولد اختي طول هذريع. العلف احنا نجيبوا فيه من نعيمات حمروني. والعماد خاتتنا احنا كيف يجي الكاميون فهمتي لا تاع نتاع الشعير يفرغ فهمتي ولا ساعه ساعه نسمعوا به فهمتي ولا بعد ثلاث سوايع اربع سوايع يعني مش نلقاو مع بول كل و وحتى في صوره ما نجموا فهمتي ولا واحده واحده ياخذ طريحه يقولوا لنا مشوا نيابه على روحكم احنا عدنا هنا شكون فهمتي لا تبرر باش يعمل نيابه فهمتني ولا مشال المعتمد المره الاولى والثانيه والثالثه سحت وقال له ما عندي ما ما صارش بيكوا وبروح خذوا معايا الجماعه الاخرين في حمروني يعني احنا نطالبوا بنيابه لهنا في منطقه الشويحيه فهمتي ولا وحدنا معناها باش اللي عن الحيوان نحن تو المورد الرزق بتاع الحيوان فهمتي ولا هذايا تو عنده ولا اربعه ولا خمسه كيف يسقص يبيع منهم هما اذا كان ما يلقاش لهم علف وما يلقاش لهم فهمتي ولا من يمولهم معناها ما يجي يذيعوا هما ويذيع هو فهمت. توكلوا في الهندي مرات كيف يتلزف انت لا من يوكلوا الهندي معناها اذا كان تلزف وما على في وكل الهندي اما اذا كان ما تلزش انت ولا يولي يمشي اذا كان يلقى شعير ولا سداري وكذا أنت لا ياخذ شعير شوفوا في الشباب اليوم على الكريتة يجيب في الماء هكا هو باش مش نعملوا ما دام بلاصه مهمشه ما عدنياش معناتها ما في الديار باش مش, مش نعمل باش نبقوا ولا ما يلزمنا نمشي نجيبوا الماء والله يعني تو زوز كيلومتر اقل شيء ثلاثه كيلومتر باش نمشي باش نجيب الماء باش الدار يشربوا ويغسلوا فهمتني؟ وهذا في الصيف كيفاش تعملوا توا وقتيا معناتها هكا وفي الشتاء كي تبدا مطر كيفاش تعملوا؟ والله في الشتاء كي تبدا مطر ساعة لساعة ما نمشوش معناتها خاطر ما حتى نمشي تشوف كيس 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 ما حتى كياس تمشي تو نازك تشوف كياس ما عدنياش كياس بالرسمي كياس معناتها منطقة في ما فيهاش كياس اللي هي نورمال موراي فيها كياس خاطر برشا برشا حاجات بالرسمي رام من هنا يعني خاطر لنا فلاحه معناتها فلفل ودليع وبطيخ وكل ما شيء نورمال ما راهي فيها ب فيها كياس هذه باش لعبات تمشي عليه نحن تقرا انت ما عندناش كياس لا يعني مبطل برشا من الشباب كيفكم باطلين لا برشا من الشباب كيف باطلين خاطر ما بالرسمي معناتها ما شيء يلزم ما يخليش يقرا يبطل ما غير ما يشعر بروح من من قسم بطلت بريمير بريمير اني ماكش نادم مانيش ما نادم ماني ما بطبيعتي بالرسمي خاطر نحنا ريت لهنا ما نجموش نقرا انت تمشي تقرا الخمسه نتاع الصباح ولا الاربع نتاع الصباح في كرهبة من ما تيالي ماهيش كار ماهيش هيش كرهبة مسكرة ما هيش نقل في كرهبة من تيالي يبدا ياكل فيك البرد والسرد وكل ما شيء شني تحس بالرسمي معناتها واحد يتيق وما غير صدقني انا كان نمشي نهزك للدار توا هاي لهنا دار قسما بالله نضمن لك ما فماش ما فماش راه مع 20 شهاد بالرسمي راه نحكي معاك هكا وصلت لي ما عادش نجم بطل خاطر ما سبحان الله واحد ما عادش ما ينجمش يقرا فيها الظروف اللي نقرو فيها نحن ما نجموش جلمه مدينه تفتقر لجميع انواع المرافق الاساسيه للعيش مسالك ترابيه شبيهه بالطرقات انعدام للمياه الصالحه للشرب في عديد القرى مدينه تفتقر حتى لمحطه الواجات اعطينا فكره اليوم عندكم محطه تواجد هنا في جلمه؟ ما عندناش طايشين في الكياس وكان يجي كاميون يهزنا سي عملوا محطه وما بوش يسيبوها ما نعرفش شنو الديفو وقتاش تعملت المحطه؟ هذه عندها اكثر من العام هاك تشوف مبنيه وما هذا ما بوش يسيبوها ما نعرفش شنو السبب انتم تعبوا من الطريق تو؟ نعبوا نوقفوا في الكياس غادي نعبوا من الطريق معرضين للخطر؟ معرضين للخطر والقرن السام مقلقنا ما يخليناش نعبوا ونكلموه يقولوا خي ما عندناش محطة كنا في واقفين في الكياس كنت كنا احنا ولدينا احنا وعدنا وراق وعدنا الوازر ومش كذا قال لا ما دام في الكياس كلنا كبعضنا متضررين اليوم قطاع النقل بالطبيعة بالطبيعة متضررين بالطبيعة ناقصين محطة الراكب كيفاش يعمل في الشتاء وفي الصيف يعمل متاعب الراكب أكثر أعظم مننا نحن يجي ما باش يركب ما يلقاش وين يوقف ماشي نمشي نروح طيب غدوه ندبر ولا نشوف جراندستا ولا يتصرف ولا الوضع الاقتصادي نحكوا نسمعوا الاقتصاد بالبلطوات كل شيء نعطيك حاجه من غير جهويات من ورد حتى للجنوب رانا ترحينا رانا متنا قعدنا بسكليات كان الكادر برا وقول لهم لا سماح ولا غفرين هاني عندكم تونس ماكم بعتوها تركيا ما شقتنا صبح وعشوه ليبيا رجعتوا ليبيا باش تبيعوها يبروا بعتوها البلاد قول لهم لا سماح ولا غفران الشعب زوالي ماتوا جماعه الكول الشعب اللي في القوارص نسوينا ماتت في الحوادث ماتت مع الدجاج الارهاب ساكن معانا في الجبال وفهمتي وهما شادين بلاطوات وتاتي وتاتي وبتاتي اليوم الوضعيه الاقتصاديه تعبه تونس انهارت انهيار قلعه اسمها تونس باي باي علم تونس باي 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 طرف فلوس قسموهم يمشي هذا يرجع لاخر آه فهمتني حتى عاد قعدت عاد كان الكوره زاد ونحوها قول لهم لا سماح ولا غفلان سيدي مجلس الشعب هذا ومجلس النواب قول لهم عندنا كل شيء باش نطلبوكم باش نحنا نحقق الكياسات ونشعل العجل مش نحارقين تلوجوا على المشاكل باش تحطوا جلمه وسيدي بوزيد في العصافه العجله عندنا كل شيء باه قول لهم انتم يمسك قلقتوا في التلفزه قلتوا لا فرنسا يلزمها تطلب السماح من بورقيبه باش يطلعوا لهم القبر رقيبة بالله هو جاك شيراك ولا ميتيرون مش يقول سامحني فهمتني هذوك فاضيين شغل انتم اللي قتلتوا ولاد عمكم انتم اللي قتلتوا خيوتنا انتم اللي جوعتوا الشعب بالنسبه لنا احنا اقسم بالله هذيك الليله معبي والحمد لله حرام لا جوعه والله لا جوعه الوضع 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 حشاك ما يجي حد شيء الوضع الوضع نحن مدام دام ما دام عندنا هالجماعه اللي يمشوا ويجوا في ما الشيخ هذا شاد بالكيمياء عامل وحده بالكيمياء بالمكبر وربس الناس بالمكبر والمزينه نمشوا نحن من يقعد يمشوا يمشوا بالبرويته اليوم في السوق التجاره ماشيه ايش ماشي وين مش تمشي وين ماشي هذا ماشي حد شيء بالله متضررين التجار متضررين بكل جميع الحاجات من جميع النواحي من المزير نتاع من, من الدوله هي من الـ 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 هي ماشي مش 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 ماشي مع المواطن مترايك مش ماشي مع المواطن من ناضل مش ماشي, 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 ماشي مع المواطن كنت بعدنا الناس تولي البلاد بالكدا شنو شنطب... عارفين متناول الزوالي؟ اي متناول الزوالي الناس كلها خيال الناس كلها زواوله ناس كلها <applause> ما عندهم حتى إدنا كله كذا تشوفوا كله رخيص ما عند ربي ما عند سبحانه وتعالى الناس كلها تاكل الخبز اغلى شيء الفلفل ب 1500 واضح البطاطا بدينار البصلة ب 600 طماطم بدينا كانت ب 3000 وين بدينا الخوخ بدينا كم بالفي كاو والحركة الاقتصادية ماشية ثم بيوع وشراء؟ لا مش لك الكل متوسطة لها مش لك الكل مش نكذب عليكم نقول لك كلك الكل لك الكل أثرت الكورونا شوي؟ أثرت أثرت فوق القيمة والله الناس كلها أمورها بالضبط بالضبط حتى اللي عنده شوية فلوس كلها بجد. مرحبا بكم أستاذ هيك عايشة شنو الوضع اليوم؟ الوضع اليوم شو هو؟ حوالي هاك تشوفوا الخضر غالية كل شيء غالي العباد ما ناقصة مخصوصة عندي ايتام عندي معاقين عندي معاقين وهاك ما تشوفوا لحالتي نبيع في الكاستي ما وصلتش تبيع في النفة النفة ما هي, هي الشياب الكبار اللي رايزوا فيهم باش ما عصابهم ما توترش <applause> اش نعمل وتعيش كذية شوية نفة شوي عضاء شوي والله عندي شنتي معاقة لو كان تشوفوا حالته ونزكم طاولة الدار وشوفوا حالتي عندك ولاية برك عندي سنين عندي ستة أولاد لأولادي كل حد ما كنت تعرفوا الأولاد يعني وبطالة واحد بطال مخ... هان ما لحقني حتى شيء من وهاني في السوق لحقني حتى شيء ما خذيتش لا 200 دينار لا مساعدة ما خذيتش لا لا ولاد في تبيع في ومو معقول والأسوام تو في المتناول إن شاء الله الحكومة تلفت للبلاد هذه خاطر منطقة برجالها ما إمارات حتى شيء ثم برشا مشاريع معطلة وديجا عندنا منطقة الحمامة لوناس صدقني يمكن 200 متر على الديار وعملنا ألف مطلب باش قابلنا برشا الوالي ومتابع الناس حاصير وقابلناهم ما لقيناش معاهم حتى حل اللي هو ناس باش تموت باش يموت ما توا شبعان باش يموت من المرض ان شاء الله حل وكا وضعية الفلاح اليوم الفلاح صعيبة برشا فلاح يعاني فلاح يزرع عام كامل ويقبلها للتاجر يصور قده هو مرتين انتم كتجار اليوم الكورونا اثرت عليكم مانيش تاجر انا فلاح ونعاني فلاحة. بالحق على خاطر الفلاح راه هو هو اللي في الفتره نتاع كورونا انت يريد كل شيء معناها بعينيك. الاجواء طيبه اليوم في الجلمة ما حاجه واحده نحب النهضه تتنحى. أه. النهضه ما نسيسناش. الوضعيه الاقتصاديه الخدمه البلاد شنو مشاغل البلاد؟ ساعة حابسه ما دامش حتى غدنا ناس ناش في العائله نجي هنا الجلمه نطلب شكار سميد ما نلقاش. ما نلقاش تو انا في جلمه كيك. سميد مفقود مفقود يبيعوا في الخلوات نتاع 5 كيلو الناس ناس روح عندك 12 وليد اي كيفاش تعيش مالك؟ نعيش كانوا يخدموا في سوسه جات المرض نتاع كولوني روحوا كل كانوا في السياحه؟ لا يخدموا المرمى مهو. هيك وذاك نصر ما عندهم هما تقص عليه كل شيء كذا يقص على بنادم هكا السواني يقص عليه ضو تقعد هكاك تاخذ في انتريت انت؟ لا ما شيء نقيد شيء خوخذ نحين الشعبة فماش طلع لها العمود الفقري من برا رجلها كما تشوفوا هون وضعيتها معناها حاله تاعبه 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 للاخر أه وصلنا مره رقدت في فرحات حشيت أه غادي عشرين يوم ولدت بها غادي بقيت عندهم عشرين يوم بعد قالوا اجي هزاها راي كورونا وهزيتها روحت بها بقيت هي نفس الحاله اعطوني جواب حال السهلول للطبيب الجراح الجراح قال ما نعملش العمليه عملتها صعيبه برشا وصعيب برشا انها تنجح العمليه نتاعها شنو عندها بالضبط هي عندها الماء في راسها وعندها فقره في ظهرها ما فماش كي الفقره ذيك ما فماش قال لي خرج العمود الفقري والقصبات هكا لبرا وعندها رجليها تشوه في رجليها وعندها قعره في قلبها ما قالوليش عليها سمعت بها اخر مره كي مشيت للمصحه ما قالوليش السبيطار اللي هي عندها قعره في قلبها قداش عمرها ايه؟ هي عمرها اربع شهور تو تتوجع ليل مع نهار كيما هكاك تسمع وما ترقدش جملة مشيت لأي جريت لأي بلاصة في السبيطار ما قلت ما حتى حل كلم مشينا قابلنا سيد الوالي وتكلم السبيطار قالوا لي ما فماش حتى حل عدنا ما نعملوش العملية رئيس القسم قرر لا العملية على خاطر ما تنجحش هكا حكاية هو مشينا قبل مشيت لمساحة الزيتين قبلت غادي الدكتور مورا دكتور حسيت بعد نقول لكم على اسمه معناها آه غاب علي اسمه قال آه لي عمليتها تتطلب تسعة ملايين خاطر زوز وقديش وقداش باش يشرو اللي قال لي هم ما اسمهم باش تهبط المال معدتها وظهرها قال لي هي باش تعيش هكاك اما نقصوا لها الوجيع راسها يخف شوي ما عادش راسها كبير كما كاك وما عادش تولي ترق ترقد على هكا خاطر هي ما ترقدش مسكينه على ظهرها ما نبدلها الكوش الكوش بالسيف معناها ندخلوه بالسيف باش نحط نبدل لها الكوش حاله تاعبه طول أه، لا حد لا عندي كرني ابيض باش على قيله هذه صرع يجيها تخدم بالخمس مرات بيب قال لي نورمال ما ترقد في السبيطار باش يدوا لها لسانها على البلعين ما عنديش كرني ابيض رقدت نهار واحد في سيدي بوزيد كلفه لي ب 65 كي جيت خارجه الصباح قال لي لا خلص 57000 تحاليل ما عرفش بقديش عاودت روحت بها عاودت نرجع عمت غدوه الصباح زيد نرقد وهي عمرها شهرين شنو طالب انت اليوم؟ طالبه بنتي يشوفوا لها حل معناها يعاونونا حق العمليه نتاعها ويشوفوا لي حل في الكرني الابيض راجلي عنده شهاده اعاقه معناها ذهنيه متوسطه يخدم كي شافوه كي كل وكل شيء قالوا لا ما عادش سمحنا ما عادش تخدم خاطر مش نحطك على الكاسه ولا اي حاجه تتصرع ما تنجمش تخدم سامحنا الكاريه بكري الملاك بعث لي كيفاش الوضعيه اليوم كارثيه كارثيه اليوم وعدني سيد المعتمد مع سيد الوالي مع المعتمد الاول وعدوني بالكرني الابيض في أربع أيام يوصلني، اليوم جامعة المعتمدية مسكرة، المرجة طردتني اليوم، قدام قدام قديش من مواطن، قالت لي أنت بالذات ما باش نعطوك ولو تقول حاجة كما هكا توصلك منا نحن الدولة. علاش؟ ما نعرفش علاش هو عملت لك قالت لي ماشي في فيسبوك تحكي تقول المرجات نمشي له ونرجع وما عملوا حتى شيء وقدام سيد الوالي حكيت انا واحده من الناس قالت لي وما عندك ما تعمل لي قلت لها علاش ما عندي ما نعمل قالت لي سكروا عليها الباب البره قلت لها ماهيش اخي انا النورم و... واقف في 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 تسمى في... معناها ملك ملك الشعب كيفاش ملك... تخرجني انت البره قالت لي لا ب... انت بالذات قلت لها اللي البسير على بنتي هنا يمكن يصير عليك انت ولا اي مواطن تونسي في العالم شنو النداء اللي توجهوا اليوم نوجه نداء للسيد الرئيس راني بالحق حاله كارثيه يجوا أس... ما تصدقونيش اسالوا معتمد جلمه اسالوا الوالي اسالوا كلهم في بالهم بوضعيتي ولا حد تحرك صحيح بعض مواطنين تحركوا معايا تفعلوا معايا واحد يجيب قاضية واحد يجيب هذيك واحد مسؤولين ولا ريت حاجه من عندهم اي مطلب يعني يعاونوني على البنيه معناها في العمليه نتاعها وندائي للسلطات الجهويه والسلطات المحليه معناها يقفوا معنا راهم حالتنا بالحق حالتنا كارثيه بالرسمي معناها راهو ممكن يكونوا اللي بعد غدوا نشوف في الشارع بمعنى زوج صغار وامهم وبنيه مريضه باش نجوا للشارع بالحق مولا الدار بعث لنا قداش من مره يقول لنا زباشكم مخرج ما عندناش وين نمشوا نداء السيد الوالي قولوا يا خويا وين الوعود اللي وعدتنا بها؟ أه لبيهنا على الاقل رانا نمشوا المعتمد يقول لنا تنريقكم أه اموركم باهي ارجعوا لي نرجعوا له قعدنا في المشي والجاي مشينا المرجله الاجتماعيه زيدا كيف كيف ما لقيناش حتى حل على الاقل اعطونا حل نداء السيد رئيس الدوله بالله يشوف الحاله الوضعيه نتاعي راه ما لقيتش حتى حل معناها وقفوا معنا راه بالحق راه لي حاله كارثيه انا وليت نخمم في الانتحار معنا كل يوم نخمم في الانتحار معناها نشوف وضعيه صغاري كيما كي شوف وضعيه بنتي كيما بالحق راني وليت نخمم من في الانتحار بالرسم لاني انا مريض ما عنديش ما باش نقاوم ان شاء الله ان شاء الله تسمعوا النداء نتاعي وان شاء الله الشعب التونسي يسمع النداء وشوف ويشوف وضعيه بنتي كما هكا راني ما نرقدش ليل نهار <applause> بالله وقفوا معايا الله ينوب عليكم راي حالتي تاعبه بالرسمي بالرسمي راه الانسان بنته توجع قدامه 24 ساعة على 24 ساعة حالتي في الاجتماعية تعبة بالحق راني ما نجمتش ندائي للسلطات الجهوية الرئيس دولة المجلس النواب للشعب التونسي الكل يوقف معايا في حالة بنتي راني بالرسمي بالرسمي تعبت 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 ما عادش نجم يعجز القلم احيانا عن الكتابه واللسان عن التعبير وتبقى الصوره الاكثر صدقا وتعبيرا عن الواقع المرير التي تعيشه عديد القرى المحرومه من كل مقومات العيش الكريم فالى متى سيبقى شباب تونس يدفع ضريبه هذه السياسات اللامتكافئه بين الجهات